بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية سنة الثالثة ابتدائي. نستأنف مع الصفحة رقم 95 95 إذن 94 ثم 15 85 95. ثم عندنا في أعلى الصفحة بنفس الطريقة إيفالياسيون إي سوتيان يعني تقييم ودعم. ثم سيكسبريمي طبعا هذا لو فيرب سيكسبريمي عبر عن نفسه المقصود بالتعبير. لو بروميي باراغراف سو بيرسوناج دوموند دي رونسينيومون كو ديتيل. سو بيرسوناج دوموند دي رونسينيومون كو ديتيل. سور لا بروميير ايماج اون ا ان انفون كي دوموند كوا ان انفون كي دوموند لا فارماسي كوم اكزومبل لا بلي بروش. سور لا دوزيام ايماج كوم اكزومبل اون ا سيت في كي شيرش سون ليفر اي دوموند كي لا في. إذن عندنا سو بيرسوناج هاد الشخصية دوموند دي رونسينيومون يعني أنه يطلب معلومات. كو ديتيل ماذا يقول ماذا سيقول لكي يطلب هاد المعلومة الموافقة للصورة مثلا. سينو برونون لا بروميير ايماج إذا أخذنا الصورة الأولى أنا سو غارسون كي دوموند لا فارماسي لا بلي بروش. إذن هذا الطفل يطلب الصيدلية الأقرب. هذا الطفل يسأل عن الصيدلية الأقرب. إذن سو غارسو دوموند لا فارماسي لا بلي بروش. دي نوتر مانيير إل دوموند دي رونسينيمون. إذن بطريقة أخرى هو يطلب معلومات. ماذا سيقول؟ كو ديتيل؟ المقصود ماذا عليه أن يقول لكي يحصل على هذه المعلومات. إذن ماذا يمكن أن يقول؟ ممكن أن الطفل يقول Excusez-moi monsieur, où est la pharmacie s'il vous plaît? Où est la pharmacie s'il vous plaît? Eden, excusez-moi monsieur. Eden, اسمحوا لي يا سيدي. Où est la pharmacie s'il vous plaît? أين هي الصيدلية من فضلك؟ أو ممكن أنه يقول Excusez-moi monsieur, pouvez-vous me montrer la pharmacie? Excusez-moi monsieur. اسمحوا لي يا سيدي. Pouvez-vous عندنا لو فيرب بوفوار. عندنا لو فيرب بوفوار يعني فعل استطاع. بوفيفو هل يمكنكم مومونتخي لا فارماسي ان تدلوني كما لو نقول الصيدليه. المقصود ان تدلوني على الصيدليه. او ممكن انه يقول اكسكوزي مو مسيو بوفيفو مومونتخي لومبلاسمون دو لا فارماسي. اكسكوزي مو مسيو بوفيفو مومونتخي او سو تروف تيل لا فارماسي. هل يمكنكم ان تقولوا لي أين توجد الصيدلية؟ Excusez-moi monsieur, pouvez-vous me montrer où se trouve-t-elle la pharmacie? Excusez-moi monsieur, pouvez-vous me montrer où se trouve-t-elle la pharmacie? إذن اسمحوا لي يا سيدي هل يمكنكم أن تدلوني على أين توجد الصيدلية؟ إذن ممكن أن الشخص يقول له مثلا La pharmacie est sur votre chemin يعني أن الصيدلية على طريقك على نفس طريقك هذا او كوتي دغوا يعني على الجهه اليمنى. لا فارماسي اي سور فوتر شومان او كوتي دغوا على الجانب الايمن او بيان او كوتي غوش يعني على الجانب الايسر الى اخره. وممكن انه يعطي معلومات اخرى. ثم في الصوره الثانيه سور لا دوزيام ايماج اون فيات كي شيرش سون ليفر اي دوموند كي لا في. اون لا في كي شيرش سون ليفر اي دوموند كي لا في. إذن عندنا هذه البنت التي تبحث كما لو نقول كتابها. المقصود أن تبحث عن كتابها اي دوموند وتسأل كي لا في. الذي رآه كي لا في. الذي رآه المقصود من رآه. كو ديتيل ماذا يمكن أن تقول؟ إل بو بوزي لا كيستيون كوم سوي. يمكن أن تطرح السؤال كالتالي S'il vous plaît, avez-vous vu mon livre d'histoire? من فضلكم هل رأيتم كتابي للتاريخ؟ S'il vous plaît, avez-vous vu mon livre d'histoire? من فضلكم هل رأيتم كتابي للتاريخ؟ في الجواب ممكن أنه يكون كالتالي Oui, c'est sous le manteau. نعم إنه تحت المعطف. إنه تحت المعطف كما نرى في الصورة. وي سي سو لو مونتو.
إذن كما لو تقول إنه تحت المعطف، نعم إنه تحت المعطف، أو تقول في الجواب إلي سو لو مونتو، إلي سو لو مونتو، هو تحت المعطف، هو تحت المعطف. En prenant le deuxième paragraphe que dit la maîtresse pour inviter le directeur à la fête. Que dit la maîtresse pour inviter le directeur à la fête. إذا ماذا تقول المدرسة لتستضيف أو لدعوة طبعا لو فيرب انفيتي ومنها الانفيتاسيون ومنها الانفيتاسيون يعني الدعوة أو الاستضافة إذا pour inviter لتستضيف أو لتدعو le directeur à la fête لتدعو المدير إلى الحفل أو إلى الحفلة إذا que dit-elle ماذا يمكن أن تقول que dit la maîtresse pour inviter le directeur à la fête. إذا ممكن أن هذه المدرسة تنظم مثلا حفل لعيد ميلادها وتدعو مثلا كل المدرسين ومن بينهم هذا المدير. إذا ماذا يمكن أن تقول مثلا في دعوتها للمدير؟ إذا يمكن أن تقول لو مثلا c'est mon anniversaire. Je vous invite à venir faire la fête chez moi. Presque tous nos collègues seront présents. Vous venez. Et donc, c'est mon anniversaire. Innahu Eid Miladi. C'est mon anniversaire. Innahu Eid Miladi. Je vous invite à venir faire la fête chez moi. Ana ad'oukum li ta'tou li taf'alu al-hafla 'indi fi al-manzil. Al-maqsoud li ta'tou li tahtafilu 'indi bil manzil. C'est mon anniversaire. Je vous invite à venir faire la fête chez moi. إذن أنا أدعوكم لتأتوا لتحتفلوا عندي في المنزل بخسك تقريبا بخسك يعني تقريبا توم كوليغ سوغون بخيزون يعني تقريبا كل زملائنا الموجودين في المدرسة سوغون بخيزون يعني أنهم سيكونون حاضرين فوفيني يعني أتأتون هل أنتم مستعدون لتأتوا ممكن أن المدرسة تدعو المدير بهذه الطريقة تقول له C'est mon anniversaire. Je vous invite à venir faire la fête chez moi. يعني أنا أدعوكم لتأتوا لتفعلوا الحفلة عندي. المقصود أنا أدعوكم لتأتوا لتحتفلوا معي. Presque tous nos collègues. Presque tous nos collègues. تقريبا كل زملائنا. ممكن أن تقول هذا الكلام مثلا لتشجيع المدير لتقبل الدعوة. Presque tous nos collègues seront présents. تقريبا كل زملائنا سيكونون حاضرين. Vous venez. Vous venez. أتأتون. أو تقول لو مثلا Je vous invite à mon anniversaire vendredi soir. أو تحدد يوم آخر. أنا أدعوكم لحفل عيد ميلادي. Je vous invite à mon anniversaire. أنا أدعوكم لعيد ميلادي vendredi soir. يوم الجمعة مساء. Presque tous les collègues seront présents. تقريبا كل الزملاء سيكونون حاضرين إذا ممكن أن تدعو أيضا بهذه الطريقة Je vous invite à mon anniversaire vendredi soir presque tous les collègues seront présents تقريبا كل الزملاء سيكونون حاضرين لكن على الصورة كما نلاحظ عندنا فات دو كلاس عندنا حفل قسم عندنا فات دو كلاس عندنا حفل قسم ممكن أن تقول في هذه الحالة Vous êtes invité à notre fête de classe. Vous êtes invité à notre fête de classe. يعني أنك مدعوون لحفل القسم. يعني أنك مدعوون عندنا لحفل القسم. إذا ممكن أن المدير يقبل الدعوة فيقول C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. إنها فكرة جميلة. C'est une bonne idée. إنها فكرة جميلة أو رائعة. Je n'ai rien de prévu. Vendredi soir. Je n'ai rien de prévu vendredi soir. ليس لي من المرتقب كما نقول الجمعة مساء. طبعا prévoir المقصود بها envisager ou bien organiser à l'avance ou bien concevoir par avance. Envisager المقصود بها أنك تتأمل أو ترتقب شيئا. Prévoir المقصود به envisager. الذي يهمنا هنا يعني فعل ارتقب يعني أنك ترتقب عملا ترتقب حدوث حدث معين
يعني أنك تتهيأ له وتتوقعه. إذا نتكلم عن prévoir أو bien organiser à l'avance، يعني أنك تنظم من قبل، يعني أنك تنظم مسبقا، تنظم مسبقا. المقصود بأنك تبرمج شيئا ما، مثلا تبرمج عمل، تقول بأنه في الاثنين المقبل مع الصباح سأقوم بكذا، ثم عند المساء سأقوم بكذا وكذا. إذا أنت تبرمج وتنظم مسبقا. إذا نتكلم عن organiser à l'avance وبيه concevoir par avance. طبعا concevoir يعني أنك تتصور، concevoir المقصود بها أنك تتصور وتدرك مسبقا par avance، يعني أنك تتصور par avance يعني مسبقا، أو أنك تدرك حدوث شيء مسبقا. إذا هذا كله في معنى prévoir. إذا عندما نقول هنا je n'ai rien de prévu ليس لي شيء de prévu، كما نقول من المتوقع أو من الأشياء المنظمة مسبقا. إذا ليس لي شيء برمجته مسبقا، يعني يوم جمعة مساء ليس لي شيء، ليس لي أي عمل مبرمج مسبقا. je n'ai rien de prévu. طبعا نقول عن هذا الشيء الذي سيبرمج أو أنه سيتوقع حدوثه، إذا نقول عنه بأنه بخيفي، يعني أن هناك أشخاص قد توقعوه أو قد برمجوه إلى آخره. إذا هو يقول هنا je n'ai rien de prévu vendredi soir، ليس لي أي شيء متوقع أو مبرمج vendredi soir يوم الجمعة مساء. إذا ممكن أن المدير يقبل الدعوة فيقول c'est une bonne idée، je n'ai rien de prévu vendredi soir، إنها فكرة رائعة، ليس لي أي شيء متوقعا أو مبرمجا من الأعمال يوم الجمعة مساء. أو ممكن أنه يقبل الدعوة بطريقة أخرى فيقول شويت شويت c'est ton jour de générosité، je viens شويت c'est ton jour de générosité، c'est ton jour de générosité، c'est ton jour de générosité، je viens. شويت في الأصل تعني بومون أو بومة كما نرى في الصورة، إذن هذه تسمى شويت، ولكن في معنى آخر شويت تعني أغريابل، تعني أغريابل يعني رائع. إذن ممكن أن المدير يقول شويت يعني رائع، c'est ton jour de générosité، إنه يوم إكرامك أو يوم كرمك، je viens يعني أنا سآتي، أنا آتي، المقصود بأنني سآتي. إذن كما قلنا الشوات تعني أغريابل، تعني رائع. مثلا نقول tu as une cravate très chouette، tu as une cravate très chouette، أو نقول مثلا tu as une chemise très chouette. إذن tu as une cravate très chouette يعني أنت أو أنت عندك أو عندك ربطة عنق جد رائعة، très chouette. Tu as une cravate très chouette، يعني أنت أو أنت عندك أو عندك كما قلنا ربطة عنق جد رائعة. أو تقول مثلا tu as une chemise très chouette، أنت عندك قميص جد رائع. إذن chouette ممكن أن تعني agréable كما عندنا هنا. إذن ممكن أن المدير يقول chouette c'est un jour de générosité، je viens، إنه يوم إكرامك، أنا آتي. Pour l'instant nous passons à la deuxième image، que dit Shama pour inviter son ami، que dit Shama pour inviter son ami. إذن ماذا تقول شما لدعوة صديقتها؟ ولكن هنا عندنا واحد الشرط، هنا عندنا الحالة الأخرى، que dit son ami pour refuser، ماذا تقول صديقتها pour refuser لترفض. طبعا لو فيرب غوفيزي يعني رفض، ومنها لغوفي 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 يعني الرفض، لغوفي يعني الرفض. إذن كودي سونامي بور غوفيزي، ماذا تقول صديقتها من أجل الرفض، كما نقول لترفض بمعنى آخر، لترفض الدعوة. طبعا تحت دارية معينة، ليس لأنها سترفض الدعوة هكذا، ولكن طبعا سترفض الدعوة لدارية معينة. إذن أولا
que Deschama pour inviter son ami. Que Deschama pour inviter son ami. Et d'un mada taqul Shama li da'wati sadiqatia. Moumkin anna taqul la matalam, Salma, vous êtes invité à mon anniversaire. Que dites-vous? Salma, vous êtes invité à mon anniversaire. Vous êtes invité à mon anniversaire. Que dites-vous? Et d'un Salma, vous êtes invité à mon anniversaire. Salma, anti mad'oua, l'Eid Miladi. Que dites-vous? Mada taqulin. Salma, vous êtes invité à mon anniversaire. Que dites-vous? Salma, anti mad'oua, l'Eid Miladi. Mada yomkinuki antaqulin. طبعا في حالتنا المطروحة سلمى va refuser bien sûr l'invitation. إذن سلمى سترفض الدعوة. Que va-t-elle dire? ماذا يمكن أن تقول? Que dit-elle? ماذا يمكن أن تقول? طبعا ممكن أن تقول Oh, je suis désolé. Je ne peux pas. آهين أنا آسفة. آهين أنا آسفة. Oh, je suis désolé. أنا آسفة. Je ne peux pas. أنا لا أستطيع. Je vais rendre visite à mes grands-parents. Je vais rendre visite à mes grands-parents. أنا سأزور جدي في وقت الدعوة. Oh, je suis désolé. Je ne peux pas. Je vais rendre visite à mes grands-parents. أنا سأزور جدي. Rendre visite à quelqu'un, يعني أنك تزور شخصا. Rendre visite à quelqu'un, يعني كما نقول بأنك ستعيد الزيارة لشخص. المقصود بأنك تزور شخصا. Je suis désolé. تنزيد واحد أه كما في اللغة العربية نقول أنا آسفة. آسفة. هذيك التاء تقريبا هي هاد أه اللي عندنا هنا. في حالة المذكر أنا آسف طبعا نحذف هاد أه لأن هاد ديزولي جاءت مع إتخ. طبعا فاش تنصرفوا شي فعل مع إتخ طبعا تتأثر. إلا كان مؤنث تنزيد أه كان مذكر تنحذفوا أه كان جمع تنزيدو اس ولا كان جمع مؤنث نضيف او اس هذا راه لو فيرب ديزولي هذا راه فعل هذا عندما نقول جو سوي ديزولي هذا راه لو فيرب ديزولي هذا فعل ديزولي المقصود به احزن او كدر الى اخره اذا عندما اقول جو سوي ديزولي المقصود بها انا حزين نو باسون او ديرني باراغراف دي غراند بيرسون دون ديزوردر او زونفون شخصيات كبيره أو أشخاص كبار دون ديزوردر أشخاص كبار دون ديزوردر يعني أنهم يعطون أوامر لوردر ممكن أنه يعني التنظيم ماتر لي زافير أون أوردر ماتر لي فورنيتور أون أوردر يعني أنك تضع الأدوات في ترتيب إذا نتكلم عن ماتر أون أوردر يعني أنك تضع في ترتيب أوردر ممكن أن تعني ترتيب وممكن أن تعني أمرا دوني ديزوردر يعني أنك تعطي أوامر دوني ديزوردر تعني أنك تعطي أوامر دي غروند بيرسون دون ديزوردر أو زونفون دي غروند بيرسون دون ديزوردر أشخاص كبار يعطون أوامر سينو بخونو لا بخوميييغ إيماج إذا أخذنا الصورة الأولى كودي لا ميتخيس سينو بخونو لا بخوميييغ إيماج كودي لا ميتخيس ماذا تقول المدرسة بيان سور كوم نو لو فويون لونسينيو voit deux élèves parler à haute voix. L'enseignant voit deux élèves parler à haute voix. كما نرى المدرسة ترى تلميذين parler يتكلمان à haute voix بصوت مرتفع. L'enseignant voit deux élèves parler à haute voix. إذن المدرسة ترى تلميذين يتكلمان بصوت مرتفع. إذن que dit la maîtresse? Que dit-elle? ماذا يمكن أن تقول؟ طبعا ممكن أن تقول كريم وخليد أسيفو إذن كريم وخليد اجلسا خذوا مكانكما كريم وخليد أسيفو هذا اللي عندنا هنا لو فيرب هذا لو فيرب ساسوار هذا لو فيرب ساسوار يعني جلسة يعني كما نقول بأن الإنسان يجلس نفسه هذا ستان فيرب برونومينال هو فعل كما نقول ضميري عندو ديك سو طبعا كما رأينا فيما سبق بأن هاد سو أيضا تتغير حسب الضمائر هنا عندنا الفعل ما مصرفش تنقولو لو فيرب ساسوار يعني جلسة ولكن مع فو طبعا نقول فو فو زاسي يعني أنتم تجلسون ولكن في الأمر كما تنعرفو ما تيكونش عندنا الضمير ولكن ديك سو اللي تصرفات باقا هنا هاديك سو اللي تصرفات ديال سو لأمام أسوار عندنا سو أسوار
سو أسوار. طبعا مع فو نقول فو فو يعني هاد فو التانية يعني هي سو ديال الفعل من اللي كان باقي ما مصرفش ولكن مع فو هي عطاتنا فو هاد سو عطاتنا فو مع فو. إذا طبعا تنعرفوا بأنه في الأمر ما تيكونش ضامر تنقول مثلا مونجي يعني كولو أو مثلا مونج كول أو نقول مثلا بارل تكلم لا نقول تي بارل تي بارل يعني أنت تتكلم ولكن عندما نقول بارل يعني تكلم يعني أن الفعل في الأمر ما عندوش ضمير لكن هنا كي تنشوفوا أسيفو هاد فو راه ماشي ديال الضمير هاد راه ديال سو لأن الفعل الأصلي عندنا هو ساسواغ في الأصل سو أسواغ تجينا ثقيلة تنحيدو أه علاش لأن أسواغ مبدوءة بإين فويال مبدوءة بأ هاد أ تدخل ضمن لي فويال ضمن الصوتيات ثم أن سو تنتهي بصوتي إذا فاش يكونوا عندنا صوتيان تيتلاقاو في هاد الحالة كما في هاد الحالة طبعا نحذف الأول ونضع أبوستخوف ثم نضع هاد الخط الصغير الذي يسمى أبوستخوف إذا عندنا هنا المدرسة تقول للتلميذين كريم خالد أسيفو يعني كريم وخالد اجلسا أو تقول لهما كريم خالد أفو بلاس يعني إلى مكانكما خدا مكانكما أفو بلاس إلى مكانكما أو تقول لهما مثلا كريم خالد نو بافاردي با كوم سا بروني فو بلاس كريم خالد نو بافاردي با كوم سا بروني فو بلاس إذا كريم وخالد لا تدردشان هكذا لا تحدث الضجيج هكذا بروني فو بلاس خدا مكانكما كريم وخالد لا تترتران إن صح التعبير هكذا بروني فو بلاس خدا مكانكما اون باسون على دوزيام ايماج كو دي لو بابا اون باسون على دوزيام ايماج كو دي لو بابا دون سو كا كوم اكزامبل لو بير فوا سون فيس ديسوند رابيدمون لي اسكالي لو بير فوا سون فيس ديسوند رابيدمون لي اسكالي إذن الأب يرى ابنه ينزل بسرعة الدرج كوفاتيل دير ماذا سيقول هذا الأب لابنه إذا يمكن أن يقول مثلا il peut dire comme exemple faites attention ne descendez pas de cette manière ne descendez pas de cette manière انتبه faites attention كما يقول له افعل انتباه faites هذا الفعل faire يعني أنك تفعل تجعل تقيم شيئا إلى آخره إذا نتكلم عن فاغ هنا عندنا فات كما تلاحظوا ما عندناش فو فات إلا قلنا فو فات يعني أنتم تفعلون ولكن هو يعطي أمرا ليس هناك ضمير طبعا الفعل ماشي بخونومينال ما عندوش س وبالتالي ما غتكونش عنده دفو أو ضمير آخر إذا عندنا هنا فات أتونسيون افعل انتباه المقصود انتبه نو ديسوندي با دو سيت مانيير لا تنزل بهذه الطريقة أو يقول له مثلا نو ديسوندي با لي اسكالي دو سيت فاسون نو ديسوندي با لي اسكالي دو سيت فاسون لا تنزل الدرج بهذه الطريقة نو ديسوندي با لي اسكالي دو سيت فاسون لا تنزل الدرج بهذه الطريقة ثم سور لا ديرنيغ ايماج كو دي لا مامون كو دي لا مامون سور لا ديرنيغ ايماج كو دي لا مامون إذن على الصورة الأخيرة ماذا تقول الأم لابنتها كو فاتيل دير لا مامون أسافي كو دي لا مامون أسافي ماذا يمكن أن تقول الأم لابنتها يمكن أن تقول لابنتها مثلا أغيفاي يعني عند الاستيقاظ لافيفو يعني اغسلي نفسك اغسلي يديك أو اغسلي وجهك ثم اسويي فوتخ فيزاج افيك اون سيرفييت اسويي فوتخ فيزاج افيك اون سيرفييت عند الاستيقاظ لافيفو اغسلي اسويي اسويي فوتخ فيزاج افيك اون سيرفييت ثم امسحي وجهك بالفوطه او ريفي لافيفو اسويي فوتخ فيزاج افيك اون سيرفييت اذا نكتفي بهذا القدر حياكم الله والى لقاء قادم باذن الله.